حضرتك ازيك حبيبي، تمام عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام. تمام. في قيل ان النادي الاهلي تعاقد مع احد اللاعبين حراس مرمى نادي مسعد عوض، اعتقد النادي الاسماعيلي، وهو يعني هينتقل للنادي الاهلي، وان كابتن زكي عبد الفتاح متنبئ ليه يعني ان هو يكون حارس مميز، عشان كده بياخده منتخب مصر. الكلام ده صحيح يا كابتن؟ انا ما عنديش معلومه يا كابتن خالد بالموضوع ده خالص، يعني انا خالص. ما عنديش معلومه بالتعاقد اللي تم ده. طيب بالنسبة، الولد ده جول كويس طبعا، وجول جزارته كويسه، بس انا ما عنديش معلومه. تمام. بالنسبة كابتن طارق لشريف اكرامي، يعني اخبار حالته النفسية ايه وبعد المباراة؟ زي الفل يا كابتن خالد. شريف ما شاء الله بيأدي بشكل كويس الفتره الاخيره، وبرضه يعني معلش انا انت بتسالني برضه عشان هنتكلم على الجول بتاع مباراه تمام السوبر. تمام يعني جول مباراه السوبر اللي اسال عنه بالمره عشان بس ابقى واضح وانا عارف انا بقول ايه وبتكلم في ايه، وانا بتكلم كلام فني. فعلا يا عايز كابتن. واحد، انا عايز، بص يا كابتن خالد، لما واحد يطلع يتكلم يقول ان شريف في خطا يطلع يحلله فنيا. انا ارفع له القبعه، بس يحلل فنيا، ما يطلعش يقول ايه شريف كل جول كل ماتش له خطا. فين الاخطاء يا كابتن خالد اللي طب بص، تعالى انا وانت يا كابتن كلاعيبه كره نحلل فنيا. هل هو طبعا في صعوبه ان الكره واطيه وعدت من دماغ بص اتنين يا كابتن خالد، قدامه؟ استنى هكلمك وبعد كده ارد يا كابتن طارق. طيب طيب انا سامعك سامعك. في صعوبه ان في اتنين الكره عدت من فوق دماغهم، واي لمسه كانت ممكن تحولها للجهه التانيه. طيب، وفي ناس تانيه تقول لك انا كحارس مرمى لازم اقفل الزاويه الضيقه بتاعتي. اتفضل يا كابتن. طيب بص يا كابتن، انا هبدا من ورا شويه معلش، يعني الموضوع كله من اول ما بدانا. شريف اكرامي في الست مباريات اللي لعبهم في خطا واحد بس، مباراه مازيمبي الاولانيه هنا في مصر. تمام. عمل مباراه الزمالك بعد كده اداء متميز، مباراه تشيلسي عندنا في القاهره اداء متميز، تشيلسي في غانا اداء متميز، حتى مباراه مازيمبي في مازيمبي. الجدل برضه بتاع الهدف الثاني اللي الناس اتكلمت عليه، كان الهدف الاولاني كان هدف، كان خطا واضح فاول بنسبه 100%، وانا اتكلمت دخلت مع حضرتك وعملت مداخله بالظبط واتكلمت وقلت على الجول ده. فبنتكلم في خمس ست ماتشات في خطا او اثنين، يعني في ست ماتشات واداء متميز لشريف في الفتره الاخيره كلها. تمام. هنتكلم بقى زي ما انت قلت كده، انت حليت الجول هايل، حليت تمام الجول كويس جدا. الكره فاول من الجنب، يعني الراجل ده محمد شعبان هيعملها كره عرضيه، فيبقى شريف عنده فرصه الاولانيه نلعب عليها بالعرض. بالظبط زي ما انت قلت كده، الفرصه الاولانيه نلعب مستحيل لان الكره جايه في ارتفاع قاتل وواطيه. فيبقى هنا كابتن خالد مسؤوليه الراجل اللي واقف على القائم، اللي واقف على المغطي المساحه اللي هي قدام الست يارد او اللي هي بين القائم وبين الست، ان هو يطلعها بدماغه، اللي هو يطلعها بدماغه لازم لان الكره واطيه. تمام. طيب زي ما انت قلت كده، جري احمد عبد الظاهر وجري شريف عبد الفضيل على اساس ان اي حد فيهم يلمس الكوره. لازم هنا شريف يلعب على الثانيه بقى، الثانيه دي بعد ما يلمسها احمد عبد الظاهر او يلمسها شريف عبد الفضيل. زي ما انت قلت كده، لو اي واحد فيهم لمسها هتوصل لشريف فين؟ في المكان اللي كان شريف واقف فيه. بالظبط. عدت احمد عبد الظاهر وعدت شريف عبد الفضيل، فالمسافه اللي بين شريف عبد الفضيل واحمد عبد الظاهر وبين شريف اكرامي قد ايه يا كابتن خالد؟ لا يعني بتاع متر بس. بتتكلم 2 متر ولا حاجه اقل متر كمان. ونص مترين كده مثلا. فصعب جدا 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 على اي حارس مرمى يتعامل معاه. لا وهي الرخامه يا كابتن طارق كمان، انا اول مره اشوف يعني زي ما تكون مسحت العارضه، يعني ممكن تيجي في العارضه وتطلع. انا لسه كنت لسه هقول، ممكن تيجي في العارضه وتطلع لبره، ممكن تيجي في بعيد عن العارضه، فلو بعيد عن العارضه شبر كان مسكها. بص يا كابتن، لا ده هي مسحت العارضه. عمل التاتش في العارضه. بطريقه غريبه كده. التاتش في القائم عشان يبقى كلامه واضح وفي دقه، يعني عمل التاتش في القائم. دي صعوبه الكوره دي، انما اللي يقول لك ان شريف كل ماتش له خطا ومش عارف ايه، كلام مش فني. وبعدين لما يتقال من واحد فني وواحد يعني الناس يعني انا مش عايز اوضح اكتر من كده، كلام بصراحه يزعل. يعني انا عايز اي واحد يتكلم على شريف يتكلم كلام فني كويس، ويشرح لو في خطا فني يشرحه بشكل كويس وانا استفيد منه. تمام. انا كمدرب حراس مرمى استفيد منه وارفع له القبعه، طيب. والموضوع بالنسبه لي عادي جدا. كابتن، كان في كلام ان المباراه القادمه يعني خلاص النادي الاهلي صعد وكده، في تفكير ممكن الدفع بمحمود ابو السعود، هل ده وارد ممكن؟ والله يا كابتن خالد، احنا لسه كجهاز فني، يعني كابتن حسام طبعا تمام على راس الجهاز، لسه ما كلمناش في حاجه من دي، بس يعني ده هيبقى له جهاز فني والاصلح للفريق هنعمله، يعني سواء شريف ان شاء الله يكمل او ابو سعود ممكن يلعب. احنا لسه قدامنا 3 4 ايام على المباراه، ودي هتبقى يعني تفتح النقاش، وهتبقى له جهاز فني يعني، واللي هيبقى اصلح للفريق هنعمله ان شاء الله يعني. شكرا كابتن طارق.